رح نحكي عن مشكلة شائعة جدا اليوم بارتفاع درجات الحرارة وفصل الصيف والشوب. بنشوف كثير من الناس بيعانوا اليوم من موضوع التعرق، ربما هذا الشيء ممكن يكون أمر طبيعي، حالة استقلابية طبيعية، لكن ببعض الأوقات ممكن يكون في فرط تعرق، وهون نور ممكن كثير يسبب أذى وإحراج للشخص. أكيد، ويمكن تعددت وسائل العلاج اليوم. عم نشوف من طبيعة، يمكن بلشنا بالصابون، الكريمات، هلا مع تطور الطب عم نشوف البوتوكس له آثار إيجابية. اليوم عم نشوف كثير من الناس عم تستخدم البوتوكس لتخفيف التعرق اللي ممكن يزعجها خلال فصل الصيف. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر، أهمية الوسائل يمكن السليمة لحماية الأشخاص. معنا الدكتور أحمد نسيب عرقسوس، استشاري في الجراحة العامة الصدرية والتنظيرية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية دكتور، عم نحكي عن موضوع كثير مهم خلال هي الفترة، كثير من الناس بيعانوا من هي المشكلة للأسف. خلينا بداية نوضح شو يعني فرط التعرق، مين هنون الفئة الأكثر تأثرا بالموضوع؟ اللي هو التعرق، مش العرق بشكل عام، مش طبعا هي احد اليات الجسم لتنظيم الحراره وتنظيم السوائل بالجسم. صحيح. نحن نعرف الماء بالجسم بينطرح عن ثلاث طرق، طريق العرق، طريق التنفس، وطريق الكلاوي، عرفت علي شلون؟ فهي احد الوسائل هي انه الجسم ينظم اطراح السوائل هو العرق. شلون نحن بفرط التعرق؟ يعني نحن بنفرق شغلتين، في فرط التعرق مرضي متعلق او سنوي متعلق بامراض ثانيه، مثلا مرضى السكري، المداني، مرضى فرط نشاط ضغط، بس معهم فرط تعرق يعني بيكون مرافق لهالمرض هذا. وفي عندنا شيء اسمه فرط تعرق اساسي، شلون واحد بيعرق غير طبيعي بدون وجود اسباب مرضيه ثانيه، شلون احنا مثلا وصلنا الصيف هلا كل الناس تعرق، بس دول بيكونوا مصابين تبعون فرط التعرق، شلون حتى بالشتاء بتلاقي ايديهم كلها مية، شلون بعطات وكذا. يعني اللي بنشوف مثلا مثل ما قلت، يمكن هي نسبة التعرق تختلف من شخص طبعًا لآخر. في نحن بنعرف هي عملية طبيعية للتخلص من السوائل عند الناس، بس في ناس بنلاقي في عندهم زيادة، يعني بتلاقي الوجه مثل ما قلت الايدين، اما بنقول عندهم فرط تعرق او هي مشكلة طبيعية ممكن. لا مو قلت لك، يعني احنا الانسان بتعرف جسمه بتنظم عنده جملتين وديه ونظرة وديه، شلون الجمله اللي بديه هي جمله دفاع، يعني الواحد بيكون منفعل عم يطلع كذا، شو بتلاقي يعني نبضه بيتسرع، العرق بيزيد كذا. مرضى فرط التعرق هنا بتلاقي عم تلاقي عرق بشيء غير ملائم، يعني يعني الدنيا برد ما في شيء، ما له منفعل، ما في كذا، بتلاقي بطاطو ايديه كذا. بشوف في ناس حتى بتلاقي قبل ما يسلم على حدا بتلاقي عم ايده مرتبه، لا يعني بتلاقي بمس ايده بمحرم او كذا، شلون لحتى انه يتخلص من العرق. شلون الحقيقه هي مشكله احنا يعني شائعه، مش كثير ناس موجوده عندهم منها، شلون بس يتألمون بصمت، يعني ما يعني خجل كذا، بتلاقي منعزع عن النشاطات الاجتماعيه، ما يمارس فعاليات بشكل دائم. شلون مشكله كثير شائعه، شلون احنا وقت ما اجتنا على البلد لهلا، شلون يعني صرنا تقريبا في حوالي 1000 حاله، 1000 وشويه، شلون حالات عم فرط تعرق لهي الاساسي، شلون بدون اسباب ثانيه، عرفت شلون؟ تمام تمام. يعني كمان بنشوف كثير من الاشخاص بفصل الشتاء كمان بيصير عندهم تعرق بدون اي مجهود، شو السبب هون؟ هذول ملك، هذول يعني احنا يعني يكون في اسباب مرضيه مثل ما قلت لك، يعني مثلا مريض فرط نشاط ضغط، مريض قلت لك سكري، بداني كذا، بتلاقي انه هذول عندهم متفارقه مع المرض الاساسي. في عندك فرط التعرق، في عندك حالات شلون الجمله الوديه بتكون عم تفرز زياده، يعني نشاط الجمله الوديه زايده، شلون هذول من في الاسباب المرضيه اللي حكينا عنها، شلون فحوصات بسيطه وكذا، شلون ساعتها بنقول انه هذول فرط تعرق اساسي. يعني نحن شخصنا انه فرط تعرق اساسي، بنشوف نحن الفرط تعرق يعني كم انتقاء عم يصيب، يعني في ناس بس بتعرق وشها، مثلا في ناس بس تعبق ايدها، في ناس تعبق اكثر من مكان. عاده نحن في عندنا كثير تدبيرات، عرفت علي شلون؟ يعني هذا بدي اسالك عنه دكتور. طيب. حنبلش العلاج، يعني حنبلش نحن من ابسطها، ابسط فيه شلون نحن علاج سلوكي، انه واحد يعني يحاول انه يسترخي، يخفف الستريس كذا، هي احد الشغلات. مش نحن بعد اليوم طيب صعب ماشي، الضغوطات الاقتصاديه والمعيشيه نحكي على بعدها. شلون بعد ما نحن قلت لك كيف نشاط بالجمله الوديه، شلون نحن عندنا مضادات الجمله الوديه مثلا مثل اندرال كذا، شلون ممكن نبلش فيها بشكل بسيط. يعني نحن في شغلات موضوعيه مثلا مركبات الكلات فضه، شلون قصه شلون الالمنيوم انه على الجلد مثلا، شلون في اكثر من مستحضر، شلون وموجود كثير يعني وطني واجنبي، الوطني كثير كثير فعال، شلون ممكن احنا يطبق مساء قبل النوم، شلون المراهم تمام والصبح بتنغسل، بخفف كثير بشكل موضعي، بخفف كثير القصه، تمام. لا يعني ما استفدنا كثير مثلا
انه لا بالدواء ولا بالمشير موضع عرفتون. هلا مثلا انه لا في مثلا ناس انه لا لساتها موجوده المشكله وما هيك. في عنا باهلها هون شغلتين، اطباء جلديه بيشتغلوا هي اكثر منها مثلا، اذا كان في قباط واحد مثلا، ببط واحد مثلا، او يعني بايد واحد هيك شلون، مكان واحد يعني شلون، ممكن البوتوكس كثير يفيد شلون، البوتوكس هو زيفان يعني بشكل طبيعي، ممكن يستخلص بقى بشكل اصطناعي شلون، بينحقن شلون، هلا كثير استخدام مشان تجاعيد، مشان علاج شقيق كذا، وله علاج في التعرق شلون، هو بيثبت انه يعني الاتصال العصبي بالخلايا بين صحيح. بين الخلايا الودية والخلايا العرقية تمام الحديث. الفكرة وين بوتوكس انه عندك اول شغلة ثمنه غالي شوي صغيرة بس صحيح. بس لازم نحكي فيها. الشغلة الثانية انه نحن البوتوكس مو دائم يعني بعد ست شهور حتجي تريدي مرة ثانية بس صحيح. ممكن الناس لانه بفصل الصيف تمام الحديث. هلا نحكي في الشغلة الاهم من هيك مثلا حسب المكان يعني هلا انت مثلا بالايد مثلا هنطب بالايد ثاني في خلايا عصبية كثير دقيقة كذا فانت ممكن يساوي مثلا يعني تحدد بالحركات كذا شو تطبيقه بالقبض كثير 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 جيد وكثير ممتاز يعني هيك انا بلاقي مثلا بالقبض لا بالقبض كثير مثال نحكي على الايد بالايد عليك عليك انه نحن المحاسيته انه هسه بالايد مثلا بيطبوا بالوش مثلا اذا طبقناه انا فوق كان في العرق ممكن يعني يغير بشكل تعبير الوش شلون حالك فعندي تطبيق يمكن على القبض بيكون احسن عشان طيب لا مثلا ما يعني ما استفدنا بوتوكس او نحن عندنا اكثر من مكان اكثر من يعني في فرط تعرق باكثر من مكان يعني دكتور هذا العلاج بيناسب جميع المناطق فينا نقول لا قلت لك مو جماعه قلت لك انا القبض اكثر القبض اكثر شيء شلون وش مثلا ما فينا كثير مشان تعبير الوجه بالايدين ما فينا كثير نشتغل هلا بنجي على بعد منه لا نحن مشكله مثلا دائمه وموجوده عشتون وما عم تنحلوا اكثر مكان عشتون هون بيجي دور الجراحه التنظيريه عشتون نعمل شيء في شيء اسمه خزع ودي صدري عشتون خزع ودي صدري بالتنظيف اجراء يعني كثير بسيط وسهل عشتون هلا احنا عم نتساوى الجنبين بوقت واحد ثقبين صغار بكل قبطه عشتون عم نجي نحن نخزع الخلايا العصبيه الوديه العقد الوديه عشتون اللي بتعصب الخلايا العرقيه اللي موجوده بالايدين بالباط بالوش تمام الحديث عمليه سهله يعني بدها خبرة شوي بس هي سهلة يعني بالنهاية شلون المريض عملية كده بتاخد ساعة بالجنبين يعني شلون ومعده بالمشفى 4-5 ساعات وبعد منها عم يتحرج يعني وهو مفتاح وامور تمام شلون يعني اساس سلبية من احيانا بيصير فرط تعرق معاود يعني مثلا احنا المنطقة اللي عم نخزعها شلون هي من عند الصقة لفوق شلون فاحيانا في ناس بيصير عندهم فرط تعرق اكثر مثلا بالظهر شوي وتحت الصقة عملية تصريف السوائل تمام هلا فترة صغيرة لانه الجسم قلت لك يعني في اليات رح ينظم السوائل والحرارة مثلا مثل عندك انه قلت لك الكلاوي التنفس التنفس هو طرح الاكثر الماء من الجسم وعطيه التنفس فالجسم بده فتره حتى ينظم بتاخذ هي تعويضي حوالي شهر شهر ونص بس ترجع الامور طبيعيه يعني شلون فهمت بتستمر دائمه هي العمليه هي عمليه دائمه هي عمليه دائمه شلون تمام هلا هي احد المحاذير المحاذير الثانيه شلون انه مثلا ما يقع بالمشفى اكثر او كذا هي مو محاذير هي يعني جوتينا شلون بس يعني الخبره بتخف كذا شلون بدها خبره شوي صغيره نحن انه نحن بنعمل خزع بنخزع نحن نص العقده النجميه العقدة النجمية بتأثر كمان يعني مو بس الوش كمان على العصب بالجفن شلون فإذا واحد ما كتير خبرة مثلا ممكن يصير انسدال بالجفن شلون فهي فبدها خبرة بالمنطقة كتير شلون واحد يشتغل بدقة شلون هدول أهم شيء يعني شلون إنه التعويض شلون وإذا ما كان في خبرة لا قدر أسترجن فهي أحد الشغلات بتلك كتير واعدة شلون وكتير جيدة شلون يعني الحمد لله شلون على مدى 13 سنه 14 سنه شلون اشتغلنا حالات كثير مرتبه شلون الحمد لله مطمئن يعني وزملاء كمان عم يشتغلوا يعني شلون في ترتيب بس نحن مثل ما قلت لك يعني هي القصه بدها تعاون كثير بين طبيب الغدد طبيب الجلديه طبيب الجراحه الصدريه شلون في حالات ممكن عن طريق العلاج تمشي حالها في حالات تحتاج انه لا بس بوتوكس وبوتوكس كثير فعال وممكن يعني خاصة إذا منطقة واحدة في حالة لا بتحتاج خزع ودي صدري شلون حتى يكون إذا كان أكثر مكان شلون ومشكلة كثير مزمنة شلون تمام يعني بما إنه عم نحكي عن علاج بإبر البوتوكس فينا نقول إنه ممكن يكون في فحوصات أو إجراءات معينة نحن لازم ننتبه لهم قبل الحقن وبعد طبعا هلا نحن الفكرة الأساسية نحن قلت لك حتى نشخص أول شيء بنعمل وظائف دباق بنعمل إنه عندنا مشان السكر وكذا هي نقطة نحن سواء بدنا نحقن بوتوكس او بدنا نعمل مثلا في شغلات بتساوي بنزف وتخسر وكذا شلون قبل ما تحقن الواحد يعني يكون انه المريض يكون فيت يعني كثير جاهز انه تساوي له يعني تساوي له اجراء شلون بدون اي اثار جانبيه يعني هي بالنهايه هي مشكله شائعه بس كفكره انه يعني هي شغله سبب تجميليه يعني تجميليه فالمفروض انه تنشغل يعني بعنايه اكثر شلون ظروف كثير ملائمه شلون يعني مو معقول انه مثلا
والله فات يعني بوتوكس مثلا سمعوا التحسس او كذا شو والله يعني او لا قدر الله فات مثلا يساوي خزع ودي عمليه تنظيميه سهله مثلا والله قلبت مواقف قصه عاده ما تلك يعني دراسه الصحة شو وتشخيص الصح والتعاون بين اكثر من اختصاص لحتى تحط الاستطباب الملائم لكل 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 مريض انه يعني ما كل الحالات نفس الحاله شو كل حاله لها شغله شو فعاده بناخذ نتائج جيده شو باقل مشاكل واقل اضرار. طيب خلينا نحكي عن الاخطاء الشائعه اللي بيوقعوا فيها الاشخاص يعني قبل الوصول لهي المراحل اللي عندهم فرط تعلق، شو الاشياء اللي لازم ما يقوموا فيها؟ هلا مو بس لازم يقوموا فيها لان احنا اكثر شيء هو الستريس يعني الواحد يهدي الستريس تبعته منه. الفكره الثانيه شلون يعني احنا انه يعني واحد سمع مشكله يسال يعني احنا كثير بتفاجئ انا ما اجيت نحكي اكثر من لقاء حكينا معكم بغير انه في قصه لها علاج مثلا هالقصه لها حكي شنو في كثير ناس بعد فتره بدك اه لو عرفان هالحكي هذا كنت سويت من زمان وخلص مع القصه مثلا كنت رتبت امي شنو يعني بتخيل طالبه جامعه مثلا كانت هندسه مثلا طالبه هندسه مشاريع وكذا شنو تركت الهندسه انه هي كل ما عم تفشي على الوقت شو اسمه بطلت اختصاص مثلا او واحد مثلا قاعد ببيته ما بيطلع بيسلم حدا انه كل ما بيسلم حدا بده يمسح ايده كذا شنو يعني هي بتقول لك شائعه مش مخجله يعني مو انه في فيها خجل بس بده الواحد يكون في انه عنده يعني اطلاع شوي انه شو التدريب وبنفس الوقت يحسن نفسيته يعني احنا الستريس معظم المشاكل هي اساسا من الضغط على المشكله المجتمع بيلعب دور سلبي يعني احيانا هو انعكاسات الراي الاخر كمان بتاثر للاسف يعني هلا انت كفكره مثلا انا يعني فتره اشتغلت طفله تمام 12 سنه حتقولي ليش يعني انا من حالات مستنى سن البلوغ بس هاي بالمدرسه يعني فئات التنمر اللي صار عليها كذا شلون فحطوك المدرسه شلون حكينا زبطنا فشلنا على المراجع كذا شلون انه ممكن تشتغل شلون ترتيب معين مع اطباء تخدير ادوات اصغر شلون يعني حتى بس ما يدك يعني كثير مفتاح انه انا يعني طفله رجعت اندمجتي بالمجتمع يعني هي نحن كفكره هي قلت لك يعني مو هالمشكله الطبيه اللي كثير كبيره بس هي مشكله اجتماعيه ومخجله مخجله كثير فبدنا نتدبق لازم نتدبق صح لازم نتدبق صح يعني نحن كل شيء بفعاليات مساويه سواء هلا مثلا بقول لك مشان مثلا فحص الصمم مشان الاطفال كذا الغايه منها انه نحن الشخص يندمج بمجتمعه بشكل طبيعي وبشكل سليم شلون باي مستوى يمكن دكتور بتاثر على كثير مجالات عمل بالحياه الاشخاص اللي عندهم تعرق بايديهم ان كان بامتحان معين او الشخص عم بيسوق سياره هدول الاشخاص كيف ممكن يتخلصوا من هي المشكله حكينا لك يعني انا اكثر احنا اكثر من تدبير بيصير بس مثل ما قلت لك يعني احنا انه كفكره انه كل حاله تندرس بشكل جيد صحيح نحط اسطبابها صح شلون انا يعني انا ضد انه نحقن بوتوكس مثلا بالايد مشان فرط تعويق ايد شلون لانه قلت لك بيصير تاثر على الحلقات الدقيقه عرفت كيف بس اما لا انا مع انه اذا بس ابط كذا الدكاترات الجلديه يشتغلوا ويظبطوا امورهم يعني بس نحن الحالات يكون في تعاون شلون في شيء نحن لازم نشتغله في شيء هن بيشتغلوا وفي شيء بتدبر بدون ما اوصل لا لعندي ولا لعندهم شلون بس المشكله انه بدها مثل ما قلت لك المقاربه تكون متعدده درايه ووعايه واطلاع اكيد بالختام بدنا نشكرك دكتور دائما في معلومه جديده ومفيده معك شكرا كثير لك تسلمي الله يوفقك شكرا لك دكتور نوال على